عاد العد العكسي من بعد الانتظار قرر عن نفسي بنفسي بإيدي آخد قرار اخلق من حزني ويأسي من حبس الانكسار كسر حيطاني وشمس تضوي عني المدار عم يبدا العد العكسي لا عمر وشكل جديد لا بكرة يقرر عني ولا قدر اللي بيريد لا اشكي الحظ طال ولا هالقلب الوحيد غرق زوايا امسي يا هالجرح العميق وبعيش حياتي لاول مره حلوه وسعيده مجنوني حر لو حارسلها بايدي ما بندم على الماضي بندم على شو يا جماعة؟ نعتبر موعد بكرة صار ثابت؟ إن شاء الله ما غير رأيه بآخر لحظة يغير ولا ما يغير ما خصنا ما رح نوقف مشروعنا كرماله معقول نطلع بلا معايا مش حلوة أكيد مش حلوة بس كرمالنا ركب المشروع ونحن اللي عرفنا عاصم على جبران مظبوط؟ إنه من أي متى عاصم هو اللي بيحكينا إنه دايماً علاقتنا فيه من خلال نايا صح؟ مداخلكم؟ مش امبارح كان ميت خوف عليها ما بدينا نقرب عليها؟ شو عاد ما بدا يعني لا غير رايه وصار فجأة بده يظهر ويظهرنا معه كمان. لك ما مبينة هيدي مثل حلوانة الصلحة بتقولي. عم بيحاول يكسب وده فينا نحن، صراع أجيال. أنتم ملاحظين شغلة؟ كلكم تعرفوا إنه نايا عم تتعرض للتعنيف من قبل عاصم وساكتين. مش بس ساكتين، بتكون تتصرفوا معه كأنه كل شيء طبيعي كأنه شيئاً لم يكن. اللي من إيده الله يزيده، مين قال لها تروح تتجوز هال رح تطلع. بالعكس ليلى انا كتير ارتحت لانه تلفن بنزيه وفارس لياكد على الروحه كنت خايفه انه يبعدنا عن نايا ويستفرد فيها بغيابنا لازم ضل حدا هالفتره بتتروحن فينا مع حق ساميه ما لازم نتركهم لوحدهم مع انه انا حاسس انه ماشي حالهم مع بعض هالفتره والا ما كان اتصل حضرته فينا ما رح ارتاح الا ما اكتشفوا حقيقته هيدا شو بنا يا ليلى بدك تخربي لها بيتها اكثر مو مخروب لحقتي لي قضايا المراه والعنف ضد المراه وما بعرف شو وعندك قضايا مستطفة بالجرور فوق بعضها وليح على قضية عاصم ونايا هيدا إذا كان في قضية أساسا تعرف أن أنت بهالطريقة ما بتختلف كتير عنه لعاصم يعني؟ بالعكس حبيبتي أنا وعاصم على النقيض تماما هو عم بيعنف مرته بس أنا عم بتعرض للتعنيف من مرته لا صحيح مش جسديا بس سمعيا بصريا نعم صار لك يومين ما سكتت نعم 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 وتعي فتش الدوري بتلاقي الجماعة عم يشهر عسل مبسوطين معه حق ولك لتعرفوا قيمة النعمة اللي عايشين فيها لك انتم متجوزين اثنين هنيين رايقين عاطينكم حريتكم على الاخر لا بنسال لا وين رحتوا ولا وين جيتوا سامي انت ليه مرتاحه لانه انا مش فارقه معاي مشكلتكم انكم فاكرين حالكم مثاليين وكاملين وما حدا مثلكم انتم اثنيناتكم كل واحد فيكم فيه 100 عله بس نحن ساكتين بمزاجنا امشي سامي لا 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 اجيت ام عبود بساعتك؟ اجت وراحت ما
شو حلوة ريحة البيت. هالاشياء تعلمتهم من امي. كانت كل ما بدها تودع حدا تقدم له هدية للذكرى. اشياء بتعملهم بايديها لحتى ينسى الاشياء البشعة ويتذكر الحلوة. انا ما عشت معك الا ذكريات الحلوة. اوعك تفكري غير هيك. لا اسف. يمكن انت ما رح تتذكري مني الا العذاب اللي سببت لك اياه. انا بعتذر. رح وزعهم على الكل. لسامية ولزيح، ليلى وفارس، لسرحان، لأم عبود كمان. بدك تتركيني لوحدي ولا كل الناس اللي بتعرفيهم؟ حتى اني حسبت حساب الكابتن جبران جارنا الجديد. شو عم تفكري؟ ما بدي الناس يعرفوا انه احنا تركنا. ما بدي صورتك تنهز قدامهم. كيف بدك تبرري سبب انفصالنا؟ انه نحن مسافرين. انت بدك تختفي من حياة الكل وما حدا يعرف وينك حتى انا؟ هيك احسن للكل. انا بجوز وافقت اني طلقك بس هيك ما رح اقدر اطمن عليك يعني اذا لازمك شيء او اذا في شيء حدا عم بيزعجك. الا اذا عم تخططي لشيء تاني. مين هو؟ مين هو؟ مين هو اللي عم تتحضري لحتى تكملي حياتك معه؟ مين؟ الموت. حتى الموت ممنوع. الموت ممنوع. ما رح اسمح لك تفكري فيه. المسدس كبيته وبدي كب كل شيء. كل شيء بيسمح لك انك تموتي. أدويتك بدي كبها. بدي اياكي تصيري مجنونة مهسرة. ليكي أنا ما عندي مانع أبدا أعيش مع وحدة مجنونة مهسرة أبدا. وفكرة السفر هي أنا حبيتها. حلوة كثير. بدي روح أنا وياكي على جزيرة ما حدا يعرف وين نحن. ولا حدا يعرف وين أنتِ. أنا بدي أعطيكي أدويتك بإيدي. أنا بدي أشرب عليكي تحت إمرتي بقراري أنا. الو اهلين فارس. هلا حبيبي. بكره لا خليها ترتاح نايا شوي. اي انا بخبركم. انا بخبركم جبران. انا بخبره. اوكي يلا باي. Thank you.
برافو فادي، بس انتبه اوعى تجرح ايدك ولا يهمك. في كم سمكه نوع غريبه هول دليتك عليهم. قلت لي عنهم. اهلا اهلا استاذ عاصم، اهلا. شو هالمفاجاه الحلوه؟ شو يعطيكم العافيه. اهلا. يبدو اليوم الصيد وفير. ايه الحمد لله، واكيد لكم حصه فيهم. طيب هلا الشباب قرروا يطلعوا معكم مشوار، بس بدنا نستنى شوي لحتى ترتاح نايا. انا جاهز ساعه اللي كان، المهم المدام تصير منيحه. هو المشوار كله لحتى نطلع من الحاله اللي هي فيها يعني. صح، فكره مش بطاله. اوقات تغيير الجو بيكون نوع من العلاج ومفيد حتى أكثر من الدواء. ما عرفتك على فادي. فادي هو رفيق الصيد ورفيق المهمات الصعبة. فادي أستاذ عاصم جارنا وصاحب استثمارات كتير كبيرة بالبلد. تشرفنا أستاذ. شرفي لو ما بعرف انك تعبان فيه لكسرهم وفعصهم برجلي. اشربي دمك اشربي. بتعرف انه حلو الواحد يكون عنده هيك جيران؟ عاصم انسان غامض وخطير، بس نايا مرة حلوة كتير ورقيقة بتجنن. هني بيت غامض بشكل عام، بتحس بيتهم مليان أسرار، الهدوء اللي بيسبق العاصفة، بركان تحت الرماد. شكلك بتحب الغموض لما بيكون رقيق وحلو. قصدك نايا؟ بس ما حلو كمان. صدقني يا فادي، في شي بهالإنساني بخليني حزين وزعلان. بلشنا. البعض يفضلها حزينة،
لا لا هالمرة غير شيء تماما. نايا نايا ما بتشبه حدا أبدا. لما تكون قاعدة على البلكون أو أوضتها أو عم تحكي مع البياع أو حتى عم تتمشى بجنينة، وآخر مرة لما كانوا أصحابها عندها، بتخليك تحس إنك بتقربها، إنها بتعني لك. عيونها بيقولوا حكي غير الحكي اللي بتقوله قدام الناس تماما. تفضل بلشنا نحكي شعر. إيه وشو كمان؟ صدقني يا فادي، لما طلعوا رفقاتها لعندي على البوت حسيت حالي ملكت الدنيا، مثل كأني شي ولد صغير ربح كنوز الدنيا كلها. حسيت اني بدي اتعرف على نايا من خلاله. بس جوزة زنمة خطير، انت هيك قلت. وبيضربها الحقير. شو ناوي تعمل؟ ما بعرف، بس بحس لازم احميها منه. تحميها من جوزة؟ هاتك تقلد شرب يرضى عليك، ما بقى تشرب. إذا جوزها بيضربها وبيستعبدها، أنا بدي أحررها منه، بدي أخلصها. جبران، أنت عم تلعب بالنار. المرة أنجا بتعرفها. بعرفها من زمان. من زمان؟ حتى من قبل ما أعرفك. أنت مفكر أنه أنا هون بالصدفة؟ وهي؟ هي؟ هي ما بتعرفني. ولا مرة انتبهت. ولا مرة. كيف امك يا نايا؟ الحمد لله. طلعي اشربي قهوة. اخذت كثير على ماما، ان شاء الله مرة تانية. الله يعطيك العافية والصحة لتضلك تهتمي فيها. ميرسي. هاي أختي. أهلا حبيبي، كيفك؟ دخليك صلك زمان جيران أنت بالصبية الحلوة؟ من وقت ما سكنت هون. بس هيدا أول مرة بالمحا. لك كيفك تلمحا يا خيي وإنت إلك 10 سنين مش جاي زاير أختك، مقضى حياتك كلها بالبحر. معك حق، يعني آخر مرة جيت لهون كانت بعدها بنت صغيرة. إيه المسكينة، تحملت مسؤولية على صغر، توفى بيا وبقيت لوحدها تهتم بأمها الكفيفة. طيب وكيف عايشين؟ بيا ترك لها دكانة صغيرة وأمها عوض لعناية بإيديها. كيف يعني؟ يعني بتعمل أطيب مربى ممكن تاكله بحياتك. بس مربى؟ واللي بدك إياه، كبيس، مكدوس، لبنة، دبس الرمار، بالبندورة، بسطرمة. لو ما هيك كانوا تبهدلوا يا حرام. هيدي هي امها؟ ايه. وهيدا خيها؟ لا، نايا وحيده، هيدا بنت خالتها، بيجي اوقات بعد مدرسه بيساعدهم. العافيه يا ست نجاة. الله يعافيكي يا مها، كيفي؟ كيف الاولاد؟ كلهم بيدعوا لك، تفضلي شربي فنجان قهوه. وعلى مين بدي اترك هالدكان يا مها؟ يلا من الشباب الافراح ان شاء الله، تبقي ميلي. اكيد. شو مبين يا نايا؟ حامل كتب معك؟ ما عندي غير هالوقت لحتى ادرس، لكن سكرنا الدكان تكون تعبت ونعست. باي باي. أنا ما فهمت عليك، أنت ليه ما حكيت أختك وهي طلبت لك إيدها؟ حسيت وقتها أنها صغيرة هي كان بعدها بالمدرسة، حتى أنا بوقتها ما كنت جاهز للارتباط. بهداك الوقت هي كانت عم تهتم بأمها وأنا عم أقضي 3/4 السنة بالبحر، يعني ماني قادر أتحمل مسؤوليتها. بس
سافرت بس نايا ضلت معي، ولا مرة راحت عن بالي رغم كل العلاقات اللي مرقت فيها. ورجعت بعد 3 سنين دايما كان في مشكلة توقيت. التوقيت هو السبب بأنه ما التقينا. بشرفك خيي، كيف لقيتها؟ مش أحلى من شقتنا القديمة؟ مبروكة، بس هديك كمان كانت كتير حلوة وأكبر من هو مش هيك؟ إيه، بس هيدي جديدة وملكنا، هيدي كانت عتيقة أو أجار خيي. مكلفتكم كتير أكيد. ولا فرانك. إيه. ليش بقى؟ إجا متعهد واشترى الحي القديم كله. قال بده يهد ويعمر أوتيل أو شي هيك. طيب و جيرانكم؟ صحيح تفرقنا، بس كلهم طلع لهم شقق ببلاش وفخمة مثل ما شايف. هيك اتفق مع أصحاب البيوت، مع أنه هني طلع لهم ملايين طبعاً مش مثلنا. دوماج، كنت بدي وصي شارتك على نفس الأكلات اللي أخذت منهم آخر سفرة. قصدك أم نايا. أم نايا نزلت على بيروت لأنه نايا يغسل عين، صارت بالجامعة عم تدرس تشتغل. ايه شو بقى تعمل مسكينة، مسؤولية امها منا سهلة. طب انت بتعرفي بأي جامعة نايا عم تدرس؟ بس ترجع جوجو من المدرسة بتخبرك، هي بتعرف اخبارهم اكتر. بس ليه ما حكيت من قبل يا خيي؟ عن شو بدي احكي؟ كنت حكيت معها، نايا بنت بتاخد العقل، ما كنت رح تلاقي احسن منها. انت شو السبب اللي خليك ترجع تتقرب منها وعارفها انها مجوزة؟ ما بعرف، حس كأنه القدر دايما بشدني حتى اكون حدها. شو عرفك وين ساكنة؟ الرجال اللي اجا اخذها من الجامعة هو متعهد الاراضي اللي اشترى الحي، هو يلي تجوزها. يعني عاصم؟ سألت عنه وين ساكن، طلع ساكن هون، يعني كانت حدي. ما كنت عم شوفها بس كنت عم حس فيها. فهدي نايا هي قدري، عم تفهم علي؟ نايا قدري. كابتن قوم شوف. ايه في حدا غريب عم يسبح هون. شو المشكلة؟ هون مش مسموح، هيدا منه شط عام. بعدين عاصم قال لي إذا شفت حدا غريب خبره. شو بدك تعمل؟ ليك الحظ، طفى الأضوية. شو يعني؟ يعني بدي أحكي، ما عندي حل تاني. هلا بعد نص ليل بدك تحكي زلمة بلكي نايم. يا الله مسكر خطه. طبعا
نايا 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 يلا قومي رح يصير الظهر. صباح الخير. قديش الساعة؟ رح تصير واحدة. ليش خليتوني نايم هالقد؟ خليناكي على راحتك حبيبتي. لا يا قل دوا اللي عم يعطيك اياه الحكيم تقيل عليك شوي. نزيه وفارس ما شربوا قهوة، قال ناطرينك. يلا قومي صحصحي والبسي، عنا مشوار بالبحر، صرنا جمعتين ناطرينك. شو نسيتي؟ لا ما نسيت. سامية، ام عبود، جبران، شو فارس هيدا الي. ايوه انا مش طالع لي يعني؟ تفضل نزيه. سرحان. سرحان؟ مين سرحان؟ انا بعرف مين سرحان. شو بعرفني؟ عمو سرحان يلي بيجيب لي الفويكة بالخضرة. يا صباح الخير، يا هلا يا هلا يا ملك المربيات والحلويات. ليه معذبة كل هول لنا؟ وبعدين ما عرفنا شو المناسبة ست نايا. نايا ما بدها مناسبة لتعمل لنا أشياء لذيذة، كل عمرها شاطرة ومذوقة. أنا ما كنت نسيت حدا. إذا عمك سرحان وما نسيتيه. يا نايا ما بيصير تعملي حالك هيك؟ نايا ما بتحب تقعد بلا شغل. على كل هي رح تكون آخر مرة. ونزيه معه حق. أنا ما حضرت لكم هالأشياء البسيطة بالصدفة. حضرتها لأنه في مناسبة أكيد. والمناسبة هي الوداع. مشان هيك عملت لكم هالسوفونير لحتى تتذكروني. الوداع منتذكرك؟ هيك فجأة؟ ظاهر قرار اللحظة الأخيرة يعني. بس كيف تا هيك صارت الأشياء؟ بصراحة عاصم إجي شغل على أوروبا. مشروع وبده سنتين وقت لحتى يخلص. وين بأوروبا؟ بأكتر من مطرح. واضح انه ما بدكم ينا نروح نزوركم، تما عم تحددين لنا وين بالتحديد يعني. لا هو فعلا باكثر من مطرح، بس اكيد رح نتواصل. ومتي مسافرين؟ بكره. بسرعه؟ الشغل ما بينطر. تفضلوا قعدوا. طبعا ليلي كنت قلتي لنا كنا جبنا معنا كادويات وداع. بتعرفي ما كنا مأكدين انه الشغله رح تزبط. وعاصم ما بحب يحكي عن شغله مش مأكد منها. استاذ عاصم في حال اضطريت يعني عشي مهندس ميكانيك كهرباء ولك حتى مدني بين الايادي نحن هاد ذكرنا. لا هات استاذ عاصم مركب كل الاكيب وخالص. ولا شو استاذ؟ اهلين جبران. عم يسأل انتو جاهزين؟ يا اهلا وسهلا نورت. بونجور. اهلا اهلا. كيفك؟ تفضلوا تفضلوا. عمهلك حياتي. اخيرا زبط المشروع. يعني نزيه كان عم يحلم بهالمشوار. يا ما احلامي تحولت لحقيقه. مرحبا كابتن. مرحبا. انت جبت لنا سمك من صيد ايديك وانا جبت لك مربى من شغل ايدي. كل واحد منا بيشتغل باختصاصه. ثانك يو. رواق ايه؟ تفضل عم نقطع تذاكر. لو شو بدنا بلش الخوف هلا؟ تعالي حبيبي. تفضل. هيدي رح تخليك تحسي بالامان. شو بكون يا جماعه؟ ماني خايفه هالقد، طمنوا. اكيد. بدي اكسر حاجز الخوف، مش معقول ضل هيك كل حياتي. برافو نايا، هي اول خطوه بطريق العلاج، برافو. والله الهيئة التغيرات بالجملة عندك نايا. مفروض تنبسطيلي. أكيد. وأنا أكثر حدا وقف حدك وجرب يساعدك. بس الهيئة هيدا الدواء اللي عم تاخديه مش بيساعد الواحد بس يكسر حاجز الخوف. بيساعده كمان ينسى ويتخلى. شو بدنا هلا؟ بدنا نقلبها دراما يعني. سفر نايا المفاجئ هو السبب. شو بكون يا جماعة؟ أنا يصح لي هلا سفرة مثل الخلق، إيه ما بتردد ولا لحظة. ليه مكبرينا وعاملين مشكلة من الموضوع؟ مسافرين؟ إذا بقينا هيك ما مسافرين لمحل باقيين على الشط. تفضل تفضل تفضل. شو؟ ما رح تعلمنا كيف يفكوا الحبال؟ أنا حبيش. يا
وعاصم مصرين يخبوا علينا وين مسافرين. ما بدكم ايانا نروح لعندهم؟ هو بيناتنا نحن ما بننحمل. هلا عارفين حالكم. على فكرة عاصم، من فترة شي أسبوعين حاولت اتصل فيك بالليل وكان خطك مسكر. أخير؟ أنا تعبت كتير وحس إنه لازم ارتاح شوي، في شي مكره؟ أكيد مدام نايا، أكيد تحت، تفضلي. هو الموضوع أستاذ عاصم إنه كان في حدا غريب عم يتسمع عندك على الشط بالليل وأنت كنت قايل لي إذا شفت حدا اتصل فيك ضروري. ما قدرت تعرف مين هو؟ كيف بدي أعرف مين هو وأنا ما عندي إضاءة كافية وسائبة ليلتها كانت إضاءة عندك كمان مطفية؟ غريب، أنا بشغل الإضاءة بالمنام عادة. أستاذ عاصم عفوا يعني، بس إنه بركي مركب أنت شي 5 أمبير وما حمل الموتور إمتاك يعني. بدك مينيموم 10 أمبير للفيلا. أنا ماني متذكر إني سكرت تليفوني، بس عنا أوقات التغطية بتصير ضعيفة وأوقات بتروح بالمرة. صايرة معي أنا، مش صايرة معكم؟ أنا مبلا عم بتصير معي وخاصة هالفترة يعني. يمكن لأنه ما في إضاءة جرة وإجا يصبح قريب من الشط. عارف شو يعمل هالمحتال، الشط عندك أنظف شط، فقال لك يلا ما في حدا خلينا نروح نسبح هونيك. يلا نظن إحنا عملنا هيك بالإذن. صحتين. مين الشي لأنه كنت طلعت على البوت؟ بالعكس حبيبتي، حابة أشوفكم أكتر وقت ممكن بما أنه هيدا آخر يوم رح أشوفكم فيه. نايا لا عم تقولي هيك؟ مين قالك أنه هيدا آخر يوم؟ أنه ما حدا سافر غيركم؟ ولا الدنيا ما عاد فيها لا تليفون ولا تويتر ولا سكايب؟ وأنت التاني ليش قلبي بخلقتك؟ شو صاير لكم؟ أنه طالعين ننبسط ونغير جو ولا نعمل قلب بعض؟ هيدا السؤال توجهي لنايا مش لقلي. مش أنا تغيرت من يوم للتاني من دون سبب. نايا أنت متأكدة أنك حابة تسافري؟ لا اسمعي عني، يعني كنت عم بتمثلي قدام عاصم أنك متحمسة تسافري؟ ليش أنت كنت عامل غير هيك مع عاصم؟ كنت حاسة، قلت لها لسامي أنا، وأنا كنت قلك أنه هي مش طالع بإيدها شي. نايا مانك مضطرة تسافري. ما بقدر. ما عم بفهم، ما عم بفهم ليه مصرة تخضعي له. انت بحق لك بحياة لا تكي تطلقيه، انا بطلقك منه، شو ناسي اني محامية؟ بكره بتعرفوا كل شيء. بعدين ليش مش هلا؟ لو في اخبركم كنت خبرتكم. حبيبتي نايا، شو هو السر الفظيع اللي مخبيتيه بقلبك؟ مش قدران تحكي لأقرب الناس لإلك. رح يجي نهار وتعرفوا كل شيء. المهم هلأ تعرفوا شغلة وحدة وتتأكدوا مني، إنه أنا بحبكم كتير، إنه أنتوا أغلى الناس على قلبي، فهمين؟ يا بنات والله جعنا، حرام عليكم، بدنا ناكل. خبري حدا. يلا الحقيني بالسلطة. ايه يلا. طيب يا بابا. وانت طيب يا روح قلب بابا. نزل راسك شوية. حاضر يا روح بابا، راسي عين. الله
ده اسمه ايه بقى؟ ده مفتاح النيل، ومش عايزك تشيل مراته خالص، اوعدني. اوعدك يا روح بابا، معقول انا مرض قلبي تجيب لي هديه وشيلها من رقبتي؟ وما فين السجل اللي سقتولك انا يا بابا؟ موجود يا روح بابا، تعالي بقى مروه، تعالي باشا. اوبا، شفتي بقى؟ ابي يلزقوا مع المرايه عشان ما يطلعوش في الغسيل. وهتفتكر انت اذا لزقت كل الاستيكرات على المرايه؟ هاخد المرايه معايا يا دادي بقى. حبيب دادي، انا مش مستني ستيكرز عشان افتكرك، عارفه ليه؟ ليه يا دادي؟ عشان يا حبيبي انت هنا جوه عيون قلب دادي. يكون بيزو يا حبيبي. تعالى السمكين. صحة اللي كان السبب اني تعرفت عليكم. صحتك كابتن. صحة المشوار الحلو والاكل البشاهي. الجمعة الحلوة. عاصم، ما بدك ترفع كاسك؟ انا اسف، وقع يعني، بعتذر منك. معليش عاصم، معليش. فديك كاس. يلا يا جماعه تفضلوا على الغدا، تفضلوا. كتر خير الله بقى، هل كنت فكرتك ما حتقولها؟ ايه، على اساس انت ناطر عزيمي يعني. ليلين يا سمكه. لا ما تعز بحالك، انا بدي اضيف لك سمك من الحسن. وانا شو حياتي؟ بالاول نايا، بعدين عاصم، انت اخر واحد. لا لا، انا ما بدي، لا شكرا، مالي جوعان. على راحتك. طب ليلى حياتي، دلليني شوي، فصفصي لي هيك، ما خايف علي ابلع لي شي حسكة؟ ولك انت لازم تخاف على الحسكة منك، لك انت بتبلعني لقلي ولا بتفرق معك ولا بتحس. لأنك بلا طعم يا حبيبي. لا لا لا، يدق الباب جسم عشوائي. ايه نايا حبيبي، كأنك تعبانة لازم ترتاحي شوي. انا كتير منيحة وكتير مبسوطة. ما صار وقت الدواء؟ ما بدي اخذ الدواء. ايه بس هيدا الدواء بيتاخد اذا الواحد بتضايق. نايا عم تقول لك انا مبسوطة. ايه كلامك صحيح، بس لما بتكون الحالة عابرة ما أنا مرضية، بهالحالة أنا لازم ألتزم باللي قاله الطبيب، ما هيك نايم؟ أنا نسيت الدواء بالبيت. ولأني بعرف إنك بتنسي كتير وهذا طبيعي بحالتك، أنا جبت معي الدواء. هذا اللي خايف منه يا جماعة، أنا آسف كتير. ممكن نحكي شوي كلمتين جوز؟ حكينا كل حكي لازم نحكيه يا عاصم. جبران، ممكن نرجع على الشط إذا بتريد؟ أستاذ عاصم، معلي ما بدها هالقد يعني، كلياتنا مقدرين حالة نايا الصحية. شو لها، أنت كمان مقتنع إنه نايا مريضة؟ فارس قصده إنه بعدها طالعة من عملية. ليش عم تكبروا القصة يا جماعة؟ خلاف بسيط وبيصير بكل العائلات. لا لا، بينه وبين نايا ما في أي خلاف ولا بعمره رح يكون. أنا طلبت من جبران نرجع على الشط لحتى تأخذ الدواء بوقت، إلا إذا جبران له رأي تاني. ما بعرف، بالعكس أنتوا بضيافتي وأنا كل هم تكونوا مبسوطين ومرتاحين ونقضي كلنا نهار حلو مع بعض. سوري إذا ما قدرت أعمل هالشي. لا لا، أنت أم بواجبك أبدا، بالعكس تماما، بس خلينا نرجع لصراحتي.